كوكو لي زامي، المهم انا باقيه معكم في سلسله جربت وتنبارطاجي معكم الريفيو ديال المنتجات. هادو بجوج كنت كومونديتهم من عند تيمو، هانتوما كتشوفوا. هنا نقول لكم الاثمنه تو دو سويت، نقلب في التليفون الاخر. فوالا، هذا المنتج هذا كنت خديته ب 4.27 أورو. ها هو 4.27 أورو، هو هذا اللي هنايا كيتباع واقيلا في المغرب كنت اغلى من هذا الشيء. خديته من عند السيت ديال تيمو، هانتوما 4.27 أورو. وبالنسبه للمنتج الاخر ها هو ان لي بلو ديسپونيبل، ماشي مشكل، ها هو بحالو داير 3.59 أورو، يعني بيناتهم تقريبا اورو. ودابا غادي نبارطاجي معكم النتيجه ديال كل واحد من بعد ما جربتهم جوج وثلاثه وبركه، ثلاثه د المرات اللي جربت. ودابا حبيت نبارطاجي معكم، استعملتهم ثلاثه د المرات في المده ديال شهرين. راني ديجا حطيت لكم الفيديو نهار وصلتني لا كوموند، بارطاجيت معكم وقلت لكم راه النتيجه راه غنبارطاجيها معكم، غندير ريفيو ديال المنتوجات من بعد، لان باش تكون شي حاجه اللي عندها مصداقيه فمن الافضل اننا ناخذ الوقت باش نجربها ونعاود ونقرا مزيان الطريقه ديال الاستعمال باش ماشي نظلم المنتج. دونك فوالا فوالا، دونك 3.59 أورو والاخر 4 أورو الصف. دونك هاد الباك هذا انتما كتشوفوا كيجيو فيه، عطانا طاح الشارجور، كيجي فيه هاد الكابل ديالو يو اس بي، هذه هي لاباراي، وهادو هما لي زومبو، رقيق غليظ وما الى ذلك. ها انتما ما عرفتوش كتسمعوا، نسكت باش تسمعوا. المهم كاين واحد الصوت ديال الفيبراسيون هنايا كتشوفي واش وجه مزيت، وجه عادي ولا وجه ناشف، يعني على حسب باش كيعرف كيفاش يجبد. شوفوا 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 صبعي، شوفوا صبعي كي تيتمس. وهنايا ام، وباش طفى يتشعل كنبقى باركه. المهم انا نطفي. المهم هو هذا، وهادو هما لي زومبو مختلفين على حسب المنطقه اللي غنستعمل، وراه كاين كتيب ديال الاستعمال. لا نقول لكم هي ان هاد لاباري هادي فعاله، ولكن ردوا البال كتخلي السيكاتريس في الوجه، يعني الا كنتي غادي تستعملو وغتخرج نيشان عول على شي سيكاتريس جهه المنخار، شي سيكاتريس جهه العين، شي سيكاتريس في الجبهه. عرفتو عرفتي دابا هي بقوه لي النتيجه زوينه، كتعطيك النتيجه زوينه وكيبان لك داك الوسخ كيخرج، كتنسى يدك، يدك كتقالب على لاباراي ما كتحيدش دغيا، فكتلقى بان ديك البلاصه بحال تمصات، كدير دي سوسون، عرفتي داك المصيصات بحال شي واحد قرصك في الوجه وسيكاتريس، يعني كيمشي مورا يومين ثلاث ايام. ردوا البال بزاف، يعني ماشي مشكل، هي كدير تنظيف اون بروفوندور مي كتخلي لا تراس، يعني نستعملها مثلا الجمعه بالليل السبت لحد الاثنين تكون وجهي نقي نمشي به للخدمه سون بروبليم. اما هذا اللي انا نوريكم اللي هو عباره على يخ، عرفتي ريحته خانزه. المهم هادو كيجيو معها هاد لي بوند هادو، المهم هما دي بوند بحال شكل ديال الوراق مقطعين. وهذا هو البرودوي، غنحل لكم يخ، اسمحوا لي. شوفوا شوفوا لا تيكستور ديال دايره بحال الكولا، والريحه ديالو اصلا دايره بحال الكولا. ها انتما شوفوا راه استعملت النص، راه كيبان لكم هذه الغلاقه ديالو، بلاتي نمسح يديا حيت داير بحال الكولا. والله الا ما بغات تمسح بلاتي فوالا. دونك هذا هو البرودوي، شوفوا شوفوا دابا فهمتوا علاش كيقلع الوجه. دابا اش كدير؟ كتشد كتابليكي بصبعك فوق النيف مثلا، كدير فوق النيف لا زونتي، يعني الجبهه والنيف، البلاصه اللي كيكونوا فيها داك المسام عامرين لي بوا نوار ولي بوا بلون، كدير فوق منها هاد الكواغط بحال هكا، تتسنى واحد شويه على ما ينشف داك هذا، وكتشر بحال شكل ديال لاسيغ، غير لاسيغ كنحيدو دغيا، وهذا لا خاصو تخليه فوق منيفك ولا فوق جبهتك حتى تينشف
عاد كتنت فيه هاد البرودوي هذا. ديجا الريحه كون شميتو هتقولي لا حليت سيليسيون ولا حليت الكولا. المهم مكتوبه فيها الانف و لي بور لي عامرين كينقيهم. هذا انا جاب ليا بالي بحال لك كنلصق تندير الكولا، عرفتي ملي كنديرها كيبقاو عينيا كيتشوطوني في كيسيل بقوه اللي بحال الكولا، بحال داك ديال الكولا اللي كيستعمل الطراف باش كيلصق الصبابط بحال هكاك ريحتها. شفت ديك النهار واحد السيده في انستغرام كدير ليه الاشهار، دخلت كتبت ليها راني جربته والنتيجه زيرو، وانا عرفتي كلشي دخل عندي واش بصح واش بصح واش بصح، وانا نوريهم البرودوي عاد تيقوني. قلت لهم هي الكذوب، ما كاين والو ما كيحيد والو. فتحت المسام بالماء سخون، من بعد درت عليهم هاد البرودوي. المره الاولى استعملته بطريقه غلطه، المره الثانيه تبعت داك الارشادات اللي قالوا هنايا واللي قالوا في السيت، والو النتيجه زيرو ديسلايك. هذا بعدا ديسلايك. اما هذا البرودوي هذا فمواتي مواتي، لان قلت لكم الا تقلتي يدك باش تحيد داك الوسخ من لي بور كتحس براسك بحال درتي سيكاتريس في وجهك، وكدير لك دي سوسون. ديك سوسون هما دوك المصيصات بحال فاش كيمسك شي واحد كتبقى ديك الطبايع زورق، فهاد الشيء كيديروا هاد لاباراي، كتولي خارجه بالزرقيه في وجهك وفي نيفك وفي حناكك. فمن الافضل اللي تستعمل مثلا الجمعه الا ما كنتيش خدام السبت والحد، فهكا يلاه كيكون دوك الطبايع مشاو. فوالا فوالا، فكان هذا هو الريفيو ديالي ديال هاد جوج منتجات. تقريبا الثمن ديالهم بحال ولكن النتيجه مختلفه. هذا شويه شويه نقدر نوصي به، هذا زيرو ديسلايك. جو دي ا تري بيانتو، باي، ا لا بروشين.